مع انطلاق امتحانات المواد المضافة لمجموع الطلاب اليوم الأحد، أجرى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 في نطاق محافظة القاهرة، بزيارة مدرسة طه همام المتواجدة بالقرب من عمارات صقر قريش للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات اللي وجه بيها استعدادا للامتحانات ومواجهة أي عوائق أو تحديات قد تلاحظ خلال جولته الميدانية. قبل الامتحانات بفترة احنا تم يعني التنسيق مع الجهات المعنيه ومنها مديريه امن القاهره لتامين مقر الامتحانات. في تنسيق تام مع وزاره الصحه والاسعاف وتجهيز المستشفيات لا قدر الله في اي حاله طارئه. يعني الدوله اتخذت جميع الاجراءات الاحتراسيه لتامين الطلاب اثناء فتره الامتحانات. قبل انطلاق الامتحان اشتملت توجيهات محافظ القاهره على استمرار عمليات تطهير وتعقيم اللجان الامتحانيه بصفه دوريه وتوفير المطهرات وادوات غسل الايدي في المدارس والتنسيق لتجنب وجود تكدسات مروريه في محيط اللجان الامتحانيه مع التاكد من عدم وجود تكدسات للباعه الجائلين بمحيط اللجان. الامتحان كان كويس وكل حاجه ماشيه حلو، بس هو النحو بس كان صعب شويه، بس هم ادونا ورقه نفايين كده حاولنا يعني نعرف انها يعني ملخصات وكده، فكانت حلوه يعني. احنا اول ما دخلنا كان في زي جهاز كده بيرش علينا معقم، وكان في دونا كمامات اللي معوش كمامه ادوله، وكان كله تمام الحمد لله. هو طويل بس شويه بس كويس، خلصت قبلها بشويه ورجعت وبعدين طلعت. انا شايف ان بالاسئله اللي كانت موجوده ان هو كان مناسب ان انت تقدر تخلص قبلها ب 10 دقائق او حاجه يعني، وتقدر تصلي كمان. الدنيا تمام وكل حاجه تمام، وحتى الامتحان ما كانش اللي هو فيه تريكات صعبه قوي كمان، يعني كان حلو. الصراحه الناس هناك يعني جوه كويسين قوي وبيتعاملوا بطريقه كويسه يعني وكده، ومحدش فينا صراحة اتضايق منهم او اي حاجه. لا هو كان كويس يعني الحمد لله، يعني كنت متوقع الاصعب. مهتمين بحته التعقيم، في حد بيديك كمامه لازم ضروري جدا تلبس الكمامه طبعا للاجراءات الاحترازيه بتاع الكورونا وكده، وبصراحه مهتمين جدا بالنقطه دي. بالنسبه للامتحان الوقت كان كويس، بس كان في اسئله اللي هو بتتحل عادي اللي هو طبيعي بسرعه، وفي اسئله كانت هي اللي محتاجه تفكير شويه. وبيخوض امتحانات الثانويه العامه 2022 في نطاق محافظه القاهره قرابه 106 الف طالب وطالبه في 297 لجنه امتحانيه على مستوى والمحافظة، منهم قرابة 31 ألف طالب وطالبة بشعبة علم علوم وقرابة 20 ألف طالب وطالبة بشعبة علم رياضة. كما يخوض امتحانات الثانوية العامة في نطاق محافظة القاهرة هذا العام قرابة 45 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية في مقابل نحو 8000 طالب وطالبة في المدارس الدولية. عمرو عبد الحميد، الحال يوم.